مسك هذه كاسترو، دي كاسترو هيئها لابراهيم موسى، ابراهيم موسى جول، هدف اول للحمد موسى. هلا تمريرة على المقاس من اللاعب دي كاسترو والهدف الافتتاحي. الحمرية يتقدم 1-0. هل تأتي بالجديد؟ محمد ابراهيم مراشد جول، راشد سلطان علي، والهدف الثاني للحمرية، وبطريقة واي طريقة. الدقيقة 88 تمنح ثاني الاهداف للكتيبة العنابية، مخالفة مباشرة تأتي بالجديد في هذه اللحظات. هدف ثاني راشد سلطان علي. دافيد يدخل، دافيد يتألق، دافيد يمر، دافيد مراوغة، الكرة دائما يسدد، جول جول برازيلي الثالث في شباك غالف يونايتد. 3 أهداف للحمرية في شباك نادي غالف يونايتد. البرازيلي البديل دافيد يوقع 3 الأهداف.